مساء الخير لك سيدي ولكل مشاهدي قناة النهار الإخبارية. أهلا بك. طيب، الرئيس الفرنسي يسير للإطلاع على الأرشيف السرية الخاص بالثورة الجزائرية. سؤال ربما يحير الإعلام ويحير أيضا المواطن الجزائري، لماذا هذا التوقيت بالذات، خاصة وأن الجزائر كانت تنادي منذ تقلده منصب الرئاسة قبل 4 أعوام حول رفع السرية عن الأرشيف؟ سيد عثمان، هل تفلي السماع؟ نعم أسمعك جيد. نعم. قلت من لماذا هذا التوقيت، خاصة الجزائر كانت تنادي منذ 3 سنوات إلى 4 سنوات حول هذا الملف؟ لا أعتقد بأن تفضل، ربما اسمعني من الهاتف أفضل سيد عثمان، من نادي، لأنه حتى يكون تواصل أحسن، ليس من من التلفاز. نعم من الهاتف. تفضل. قلت لا أعتقد بأن قرار الرئيس الفرنسي له علاقة بما قلته. لماذا الآن؟ ربما هناك، إذا عدنا قبل سنة، هناك مجموعة من الوقائع السياسية نعود إلى مطالبة الحكومة الجزائرية، وحتى نكون منصفين، منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون تعهد بأن يقدم مطالب في هذا الشأن للحصول على الأرشيف الجزائري الموجود في فرنسا. كباحث لدي قاعدة أستطيع أن أقول بأنه لا يوجد تاريخ بدون وثائق. يعلم الجميع أننا كجزائريين أحفاد الشهداء والمجاهدين لا نريد أرشيف فرنسا لكي نعيد كتابة التاريخ، ويجب أن يكون هذا واضحا. كتابنا، تاريخنا مكتوب ومسجل، ولا نريد أن نربط أرشيف الإدارة الفرنسية ارتباطا يجعلنا نعيد إنتاج تحاليل فرنسا الاستعمارية المختلفة وخلاصة مؤرخوها ومنهم بنجامين ستورا. نحن نريد أن نحصل على هذا الأرشيف وهذه الوثائق لأجل المعرفة، ولكي نحصل على دلائل لتاريخنا اللي يمتد من 1830 وإلى 1962. إذن قرار الرئيس الفرنسي، حتى أكون منصفا، نثمنه بصوت عالي جدا، وأيضا حتى نكون منصفين ينبغي أن نشيد بالحكومة الجزائرية والرئيس تبون بمطالبته بالحصول على الأرشيف. لا أعتقد أن القرار الرئيس الفرنسي أتى من فراغ، إنما جاء من خلال الحركة الدبلوماسية مع بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية. قد يكون هذا صحوة ضمير أو جزء من صحوة الضمير الذي انتاب الحكومة الفرنسية وعلى يمثلها الرئيس الفرنسي. الحصول على الأرشيف الجزائري في فرنسا في الأصل حق، لكن سؤال مطروح، لماذا لم نحصل عليه سابقا وحصلنا عليه اليوم؟ لا. هذا هو جزء من النضال، وهذا هو جزء من العمل الدبلوماسي بين الدول. لدينا مصالح مشتركة ولدينا مطالب أخرى أيضا تتعلق بالأرشيف. طيب، ألا ترى بأن العلاقات المتوترة الموجودة بين الجزائر وفرنسا ربما حتمت على الرئيس الفرنسي بمنح الجزائر أو الاطلاع على الأرشيف السري الخاص بالثورة الجزائرية إلى غاية 1970، يعني حتى ما بعد الثورة الجزائرية أو الاستقلال؟ سيد عثمان، هل أنت في الاستماع؟ نعم، قد يكون هذا هو السبب الذي دفع فرنسا اليوم، ودفع الرئيس الفرنسي أن يقدم هذا العرض، وهو إمكانية حصول الباحثين على الأرشيف الجزائري الموجود في فرنسا. هناك أوضاع إقليمية، ربما هناك مشكل في الخط. العلاقات. نعم، تفضل تفضل أستاذ عثمان. هناك تشنج في العلاقات بين الجزائر وفرنسا. أعتقد أن فرنسا تريد أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية من باب التاريخ، من باب
الحصول على هذه الوثائق وهذا الأرشيف الذي نعتبره جزء من ممتلكاتنا، وأعتبره جزء من الوفاء لشهدائنا ولتضحيات 7 أو 8 مليون جزائري قضوا في المقاومة الشعبية والثورة التحريرية الكبرى. شكرا جزيلا لك أستاذ عثمان منادي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعة سوق هراس، كنت معي عبر الهاتف في هذا الملف.